طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتدرب على برنامج STL Trados 2017 وازاي تترجم عليه المشروع. تمام، هنفتح مع بعض البرنامج سطبه عندنا ونبدأ نفتح البرنامج معانا. وليكن معانا مشروع هنا لسه اهو خام، هنبدأ نجهز بيئة العمل بتاعته. ننتظر البرنامج لما يبدأ يحمل براحته، وبنروح للمشروع بتاعنا ده. نبدأ نعمل ملفات سورس، تارجت، ولو اي ملف تاني محتاجينه بنبدأ نكريته معانا ونحط نسخة في كل ملف. نخرج، المفروض هنشتغل هنا على تارجت. بناخد الامتداد ده وبنروح على البرنامج الجميل ده. قبل ما نبدأ في الترجمة، هنبدأ دلوقتي نشرح الواجهة اللي قدامنا. هنا نسخة 2017 مختلفة شوية عن اللي قبلها. هنا بيقول لك اسحب الملف او براوز تصفح عندك الكمبيوتر وابحث عن الملف اللي هتشتغله. فيا اما ان انت بتسحب الملف ده وتوديه في البرنامج، او ان انت براوز من هنا وبتبدأ تشوف الملف، تحط الامتداد بتاعك هنا مثلا وبيبدأ يقودك مباشرة للمكان. طبعا برضو هنا عندنا ابجريد. لو انت عندك نسخ من ذاكرات ترجمة قبل كده من 2015 و 2014 وما أقدم، تعملها ابجريد من هنا من ترانسليشن ميموريز. جميل. طيب اللي بعدها هنا الاين دوكيمنت، اللي هو انت عندك ملف مترجم وملف عربي، ملف انجليزي وملف عربي، بتعمل الاين من هنا، اللي انت بترفع الملفين وبتبدا تعدل فيهم بعض الاشياء. خلاص، الناس اللي هي عندها ملف ترجمة مشاريع قبل كده عربي وانجليزي، فعندها العربي وعندها الانجليزي، فبيعمل براوز من هنا، بيجيب السورس اللي هو الانجليزي او العربي، وبيعمل براوز من هنا، فبيجيب السورس العربي والانجليزي، وبتبدا تظبط فيهم بعض الحاجات وتعدل، يعني تجيب كل جملة قصاد التانية وتعدل الامور دي. بعد كده طبعا لو في إدارة مصطلحات عندك أو software localization، الأمور ده تعرفوها، أنا أعرفها مع العمل. نرجع للفايل هنا، أو نخلص بالمرة الأول اللي هو الفيو. هنا فيو، قائمة فيو بيظهر منها ويلكم وبروجكتس والكلام اللي هي اللي هي ظاهر في الواجهة اللي قدام حضراتكم دي، اللي منها بتبدأ تنتقل للمشاريع للملفات بتاعتك والترانسليشن ميموري. وبعد كده لو فول سكرين بقى وتملى الشاشة بالملف بتاعك او ريفرش فيو، دي كلها يعني امور اضافية. طيب ننقل الاساسيات، خلينا في الفايل هنا. لو ضغطت على فايل بتنقلك الى، بيظهر لك حاجة شبيهة بالواجهة اللي كانت موجودة مع حضراتكم، اللي هي ترانسليت سنجل دوكيمنت وترانسليشن ميموري والكلام ده كله، اللي هو اوبن سيرفر ترانسليشن ميموري. لو اللي هي ترانسليشن ميموري دي ريموت، عبارة عن لينك، او اوبن باكج لو الملفات جالك على هيئة باكج. طيب نروح للسيت اب. اليوزر طبعا بتكتب اسمك او الايميل بتاعك. تمام، كنسل. نرجع تاني لحاجة للاوبشنز اللي شرحناها قبل كده. الاوبشنز اللي شرحناها قبل كده بتبدا من اديتور والسبيلنج، تختار سبيلنج طبعا وورد سبيلنج، وتشيك سبيلنج از يو تايب وانت شغال بتكتب، لو بتكتب عربي او انجليزي. واجنور سيجمنتس، ده بتختار مثلا لوكد. الاوتو كوركت ده بتحدد اللغه اللي انت تخليه يعمل عليها اوتو كوركت من هنا، تخليه مثلا على الانجليزي لو احنا بنترجم من عربي لانجليزي.
وبعدين بنروح حاجه اسمها اوتو بروباجيشن، بتقول انيبل انيبل اوتو بروباجيشن، بيطرح عليك الترجمات والمصطلحات اللي موجوده عندك في اللي موجوده في التي ام، وبتحددها هنا بنسبه كام في الميه. وبعدين اللغات بتحدد هنا من اللانجوجز دي، بدل ما كل ايه مره يظهر لك الانجليزي والالماني، لا انت بتحدد اللغتين اللي انت عايزهم يبقوا اساسي معاك على طول، وليكن مثلا انجليزي انجليزي يونايتد ستيتس وسعودي عربي عربي. وهنا الشكل ده اللي بيظهر قدامك لما بتظهر عندك نتائج في التي ام، ونسبة التغيير في النتائج بيبقى شاطب مثلا عليها باللون ده كده، وبيستبدلها بيقولك الجديد اللي انت هتضيفه ده. اوتو سجستشن بتقول له انيبل اوتو سجستشن، اللي هو بيقترح عليك زي ما قلت كده، لو بتترجم كلمه ولا حاجه ترجمتها قبل كده بتلاقي بيقترح عليك تلقائي. اوتوميتد ترانسليشن، هنا انواع الملفات اللي بيدعمها اس دي الترادوس، بيدعم اكتر يمكن من 70 صيغه ملف. لو هنلاحظ معانا كده حاجه برضو ايه اللي هي لافته للانتباه، ننزل شويه هنلاقيه بيدعم اكس ال اي اف اف كاتجري ميمو كيو، ملفات الاكس ال اي اف اف تقدر تسحب عليه ذاكره ترجمه ميمو كيو او ملفات ميمو كيو. ترانسليشن ميموريز طبعا يعني هنا بتحدد الفونت بقى، لو انت حابب تغير في الفونت اللي معاك بتحدده من هنا. والالوان اللي بتظهر دي طبعا الوان الوان التكست كلها امور مختلفين. ونقول بقى نقطه تانية اللي هي نقطه اللي هو كوبي سورس تو تارجت والشورت كات، الكيبورد شورت كاتس بتقدر تحددها من هنا. يعني انا مثلا عايز اقف هنا، عايز اقول له لما تقول له انسيرت سيمبلز دي عايز اغيرها، تغيرها تيجي كاتب الايه الشورت كات اللي انت محتاج تستخدمه. لو رحنا هنا للاكثر الاكثر شيوعا يعني هتلاقي كوبي سورس تو تارجت وكوبي اول سورس تو تارجت. كوبي اول سورس تو تارجت دي بتلاقي نقل لك كل الانجليزي في الايه كل السورس، بس لو انت بترجم من انجليزي العربي تلاقي نقل لك كل الانجليزي في مكان في الخانات او في السيجنس بتاع العربي. فانت بتعمل شورت كات كده يعني غريب شويه او صعب ان انت ايدك تقع عليه، بحيث ما ينقولكش او ما تلاقيش نقل لك السورس كله. بالنسبه لكوبي سورس تو تارجت دي اللي هي كل سيجمنت لوحدها بتخليه مثلا كنترول انسيرت زي ما هو عامل كده. هنا الاوتوماتيك ابديت بتشيل طبعا الكروس دي من هنا علشان ما يبعتلكش ابديتس لما تبقى متصل بالانترنت، وتقول له اوكي. بترجع بقى هنا للمكان اللي احنا اتكلمنا عليه من الاول، هنبدا نترجم مع بعض ملف يا اما دراج فايلز فور ترانسليشن اور براوز. تعالوا كده نسحب ملف، بلاش براوز دي، خلينا نسحب ملف هنا كده اهو. قال لي فايل ترانسليت فايلز، اقول له ترانسليت سيجنال سنجل ديكومز، هي بعد كده بيقودني تلقائي الايه ذاكره الترجمه، سواء اختار ذاكره الترجمه او اضيف ذاكره الترجمه او سواء اختار ذاكره الترجمه او اضيف ذاكره الترجمه او هعمل كرييت لذاكره الترجمه. عاوزين مثلا نقترح ان احنا ما عندناش من الاساس ذاكره الترجمه، فهنقول له كرييت ترانسليشن ايه ترانسليشن ميموري. كرييت ترانسليشن ميموري بنبدا من اول هنا، يلا نسميها ايه مثلا تريننج انجلش انتو عربي. وهنا بنختار المكان اللي احنا هنحفظ عليه ذاكره الترجمه بتاعتنا، وليكن انا احب اعمل بدل ما
احب اعمل الشغلانه بتاعتي لوحدها ذاكره ترجمه. هاجي فاتح هنا ملف واسميه تي ام واحفظ فيه التي ام بتاعتي خلاص، واقول له فينش، يقول لي كومبليتد، اقول له اوكي. هروح في مكان الشغل بتاعي الاقي هنا ايه، عندي ذاكره ترجمه ايه. خلاص حضرات، طبعا هي دي بتبقى اول مره مثلا كل اختصاص بتترجم فيه بتحدد له ذاكره ترجمه تمام، وبتبقى ابديتد، بتختارها بقى كل ما تيجي تترجم الاختصاص ده تاني تختار ذاكره الترجمه دي. طيب احنا فرضنا قلنا ان العميل لو طلب منك تعمل المشروع بتاعه ده ذاكره ترجمه، عايز ذاكره الترجمه بتاعته، او يقول لك ابعته لي عايز ذاكره ترجمه، ماشي مفيش اي مشكله، بتكريت له ذاكره ترجمه فرعيه كده اللي هي بتكريت ذاكره ترجمه عادي مع ذاكره الترجمه اللي معاك، وبتبقى تبعتها. وطبعا قلنا اساسي ان انت بتضغط على كلمه ابديت هنا عشان يحدث لك ذاكره الترجمه على طول انت شغال، ونقول اوكي. هيبدا يفتح معانا الواجهه اللي هنشتغل عليها على طول. ظهرت معانا الواجهة اللي قدامنا دي. تمام. هنا في الواجهة اللي قدامنا دي بنلاقي الاوبشنز دي موجود هنا، بروجكت ستنكس، بتضغط عليها بيظهر لك ايه الاوبشنز دي اللي كانت موجودة في اوبشنز، ومنها ذاكرة الترجمة، تقدر تختار ذاكرة الترجمة او تضيف ذاكرة الترجمة. ننتقل للي بعدها، ننتقل اللي بعدها اللي هي عذرا ماشي. بنعمل الاول كنترول اس، نحفظ المشروع بتاعنا ده، نحفظه برضه في التارجت، ولما نحب نفتح المشروع هنلاقيها اهو بيظهر بالايكونز دي موجوده معانا. بنفتح طبعا من الايكون اللي موجوده الاكس ال اي اف دي، برضه ناخدها نستعملها على مونوكلو. طيب ضغطنا مثلا هنا بيدينا الاوبشنز اللي موجوده قدام حضراتكم دي، لو هعمل اكسل فايلز اكسبورت فايلز او هعمل اكسبورت فور بايلينجوال. قلنا ان ترافيس بيتيح لك انك تعمل اكسبورت فور بايلينجوال، اكسبورت فور بايلينجوال فروم بايلينجوال ريفيو، بيظهر لك الملف كانه ثنائي اللغه عشان المراجعه. طيب هنا برضو حاجه تانية، ميمو كيو كان موجود فيه حاجه اسمها ايه استاتكس والورد كاونت والكلام ده، فخلينا نقول اناليسيز هنا او وورد كاونت اللي موجوده قدام حضراتكم دي اناليسيز عشان اعرف الكلمات اللي موجوده معايا. بقول له فينش، بيبدا يعمل انهيل العمليه، بضغط على كومبليتد وريزلتس، وبروح له على ريبورتس دي، بقف هنا اقول له فيو، وبعدين بتظهر معايا النتائج الواضحه قدام حضراتكم دي. بيقول لي ان عندك 3 سيجمنت و 61 كلمه تمام، وما فيش ريبيتيشن ولا حاجه من الكلام ده. هقول له انا عايز احفظ ال سيف از، عاوز احفظ الاناليسيس دي سيف از، بحط الامتداد بتاعي تاني هنا. طيب انا هحفظ سيف از هنا مثلا بره في ملف اكسل، اقول له ماشي سيف، وهنا سيف، هختار ان انا ايه اسمي اسم مثلا معين، ولكن اسميه اناليسيس مثلا اناليسيس، واقول له سيف. اروح هنا على الملف بتاعي بره، عذرا، الاقي السيف موجوده. طيب وهلاقي هنا برضو في ملف اكسل، خلينا نمسح ده واخد ملف الاكسل ده هنا واخليه بره هنا. خلاص حضرات،
بنقفل بقى طبعا الواجهات اللي قدامنا دي كلها. اوكي، وبرجع تاني للمشروع اللي انا شغال عليه. طبعا بلاحظ هنا حاجة، ان علشان اعرف المسافات اللي موجودة معايا، المسافات بين الكلام، بضغط على دي بيبدأ يظهر لي نقاط هنا اللي هي في الاساس اهي النقاط اللي قدام حضراتكم دي. لما باجي اعمل سيف او بعمل اكسبورت مش هتبقى ظاهرة هي، بس مجرد ما بتحدد لي السبيسز اللي موجودة. لو انا ببحث عن كلمة او التوافق في الكلمات، ببحث بضغط على كونكوردنس دي، يعني كلمة سكسسفول دي اهو، اضغط هنا يقول لي ان هو مفيش اي كونكوردنس، نو ماتش فاوند، يعني ذاكرة الترجمة بتاعتي فاضية لسه مفيهاش اي كلمة موجودة. وكونفيرم هنا لو انا بحب، لو انا بترجم مشروع كبير جدا وفي بعض ريبيتيشن اللي موجودة فماتشد على طول، فبضغط كونفيرم اند ايه، كونفيرم اند موف تو نيكست سيجمنت، او كونفيرم اند موف تو ان كونفيرم سيجمنت. دي لما احب اكد ان انا كل السيجمنتس اللي انا بترجمها كونفيرمت في التي ام، كونفيرمت في التي ام خلاص، وتبقى خلاص يبقى معظم الامور واضحه بالنسبه لي هنا. طيب يلا نبدا كده مع بعض نترجم. قبل ما نترجم تعالوا كده نشوف كذا حاجه. احنا هنا الواجهه اللي قدامنا دي، هنا في ريفيو ابديت فروم بيلينجوال واكسبورت فور بيلينجوال ريفيو اللي احنا كنا قلناها من شويه، واكسبت لو انت بتعمل ريفيو بقى اللي هو ايه، عارفين على ملف الوورد اكسبت وريجكت والكلام ده. يعني اكتر من شكل ظاهر قدامي. ماشي، خلينا نرجع هنا خلينا نرجع هنا للمكان ده، نضغط على الفيو تارجت. طبعا التارجت بتاعي فاضي، المفروض ان انا لو عندي حاجه مترجمه كانت هتوضح معايا هنا. لو انا ترجمت وخلصت بضغط على ريفيو، على فيو ذا تارجت دوكيومنت يوزنج سيلكتد ريفيو كذا. طيب هنا الواجهه اللي قدامي دي حضرات، لو ضغطت على بروجكت زي المشروع بتاعي اهو، لسه ما فيش اي حاجه جديده، كل شغلي يعني لسه الملفات بتاعتي ما فيش اي جديد فيها. يعني نفتح الملف بتاعنا ده ونبدا نترجم. احنا كنترول اس. يلا حضرات، many successful people have been interviewed over the years and asked the questions what do you think about most of the style. يعني العديد من الاشخاص الناجحين، تمام، تم قاموا بعمل مقابلات شخصية للعمل على مدار سنوات، وتم طرح أسئلة عليهم مثل، تمام، ماذا، what do you think about most of the time، ماذا يشغل بالك طوال الوقت، ايه اللي شاغل بالك على طول. طب انا عاوز انتقل من سيجمنت للتانيه، الت كنترول انتر، الاقي نفسي انتقلت من سيجمنت للتانيه. خلاص دي كونفيرمد عندي، كونفيرمد عندي في تي ام. بمجرد ما بضغط عليها هنا بتظهر في نتائج الترجمه اللي واضحه قدام حضراتكم هنا اهي. ميني بيبول، ميني سكسسفول بيبول هاز بين انترفيود اوفر ذا ييرز اند اسك ذا كويستشنز وات دو يو ثينك اباوت موست اوف ذا تايم. ظهر قدام حضراتكم اهي في الترجمه. طيب ننتقل الى السيجمنت اللي بعدها. Their answers are simple. طب احنا هنا عندنا خطأ، تمام يا حضرات، عندنا خطأ فين؟ في السبيلنج. طيب طبعا اساس الملف ده كان واحد عامل ترانسكريبشن لفيديو، فواضح جدا ان هيبقى عنده اخطاء. Their answers are simple
and consistent, and yet so profound that they can be life changing as they were. طيب احنا عاوزين نصحح الخطأ اللي موجود معانا هنا في السيجمنت دي. كانت بتبقى واضحة على 15 على طول، مش عارف هنا يعني. نشوفها على 15 عشان هنا 17. edit source هي، بس مش عارف هنا مش توصلي لي كده يعني. كلنا الواحد بيعدل بصراحة، بس كويس ان احنا برضه دكتور رحمن مش متاح. مش طيب ده الفن، ده نسخة تانية يعني. F2 طيب F2 طيب احنا هنعدل، هنغير من اوبشنز هنا الشورت كات بتاعها، هي edit source. ماشي يعني كل حاجة edit source هنا. control E مثلا. يعني هي عايزة لازم تكون في
انا هجربها هنا على 15 علشان يعني نتأكد برضو المشكلة واقعة فين بالظبط. نفس الاوبشنز بس هنا 15 في ويلكم ما بيظهر لكش دراج وبراوز وكده، هي نفس الخصائص برضو اللي موجودة اهي. طيب تعالوا كده ايه نختار الفايل ده كأنه فايل فرعي، نشوف الخطأ اللي موجود هنا. طبعا في هنا مشكلة في ذواكر الترجمة اللي موجودة معانا. اختار مثلا ماشين تريننج. طيب ماشي، اختار الايه الامتداد اللي معانا ده. اوكي، احنا اشتغلنا على نفس ذاكرة الترجمة اللي كانت موجودة اللي احنا كريتناها دلوقتي اوريدي، فبالتالي هتلاقي اول سيجمنت نازله هيقول لك انها متكرره، يعني سيرشنج ايه لو لاحظت اوبا نزلت تلقائي. نقل اللي بعدها لسه طبعا دي عشان مترجمها. مفيش مشكله، بس احنا كنا عايزين هنا نقدر نصلح في السورس نفسه تلقائي احسن يعني. هو هي برضه المشكله دي معانا من زمان، بس انا المشكله دي حتى من وانا في الشغل ما كناش بنعرف نصلح عليها. بس قبل ما ترفع الملف نصلحها، لانك لو رفعت الملف، لو رفعت الملف وجيت شغلت ده هيقول لك ان الملف ده مفتوح في مكان تاني، فبلاش. طيب تمام، احنا هنكمل عادي جدا. احنا دلوقتي رحنا عملنا نفس المشروع، جربناها على 2015 بنفس التي ام، فكانت النتيجة الماتش اللي احنا موجود معانا ده. طيب تعالوا كده نترجم دي هنا غير قابل للتعديل على السورس. Their answers are simple، جاءت ردودهم بسيطة تمام ومحددة. And so and yet so. وعميقة بأنهم يمكنهم تغيير الحياة as they كما كان الحال معي. يعني as they were عميقة جدا مثلا. تمام بنور، وننزل اللي بعدها. طب تعالوا كده نروح نجرب، احنا فاتحين معانا 2015 و2000 محددة ولكن عميقة جدا updated. نروح ل 2015 اللي معانا. تعالوا ننزل السيجمنت اللي بعدها، احنا كده updated التي ام. تمام ننزل اللي بعدها دي الأخيرة، نترجم الأخيرة بقى. وباختصار rich في أخطاء طبعا إملائية. rich people always think وباختصار لأنه تمام. وباختصار rich people always think positively، يفكر الأغنياء دائما بصورة إيجابية. تمام، ممكن تحط نقطة they think about what they want and how to get it، فهم يفكرون فيما يريدون وفيما يريدون وكيف يحصلون
عليه وكيف يحصلون عليه. تمام، نرجع لهنا. طب تعالوا كده نشوف، اصبح معانا على التي ام، احنا شغالين بالنسختين بنفس التي ام، تلقائي معانا ايه، نزلت 100%. طيب نقفل 2000 ونقفل ده. بس يا سيد الفاضل نرجع لملفنا الاساسي اللي احنا شغالين عليه ده. طب احنا عاوزين واحنا شغالين كده نبحث على كلمه في التي ام. انا مثلا عايز ابحث على كلمه بيبول دي. جميل، بعمل كنترول، بعمل سوري اف 3 الاقي بحث لي عنها اهو، بيبول بحث عنها. خلاص، طب انا عاوز اغيرها واخليها ابسط، مثلا كنترول اف كنترول اد ازي رايك، يعني حاجه راجع عليك. طيب عشان برضو نلحق ننجز هذه النقطه، تعالوا نروح نعمل حاجه ثانيه. نضغط على فيو تارجت، نشوف ملف التارجت بتاعنا ظهر ازاي. العديد من الاشخاص الناجحين، قاموا بعمل مقابلات شخصيه للعمل على مدار سنوات، وتم طرح اسئله عليهم مثل ماذا يشغل بالك طوال الوقت. جاءت ردودهم بسيطه ومحدده ولكن عميقه جدا، لانه يمكنهم تغيير الحياه كما كان الحال معي. وباختصار يفكر الاغنياء دائما بصوره ايجابيه، فهم يفكرون فيما يريدونه وكيف يحصلون عليه. ايه رايكم في الترجمه؟ بسيطه وجميله وتوصل معنا. تمام، وباختصار يفكر الاغنياء دائما، فهم يفكرون. تمام كده. طيب احنا هنتوقف عند النقطه دي. لا طبعا، احنا عندي اكتشفت وانا شغال ان انا عندي خطا سبيلنج هنا، برجع للجمله بتاعتي واغيره فيها، عشان طبعا بتبقى وتصرفك فهم يفكرون في ايه، وهو يبقى خلاص ابديتد في التي ام على طول. الله ينور. طيب ايه كمان ممكن نعمله؟ ان احنا نضغط على الباتش دي ونقول له اكسبورت فور بايلينجوال ريفيو. ماشي يا سيد الفاضل، اكسبورت فور بايلينجوال ريفيو. طب تمام، ثواني عليا، يلا اكسبورت اهو فينش، ونروح نشوفها اكسبورت فين بقى. اوكي، ده قادني تلقائي على المكان. لما قلت له اوكي قادني تلقائي على المكان اللي اكسبورتد فيه، نفتح الملف الجميل بتاعنا نشوفه اكسبورتد ازاي. اهو واضح، شايف واضح قدام حضراتكم ازاي، اكسبورت فور بايلينجوال ريفيو، سورس سيجمنت والتارجت سيجمنت، وتراجع عليه لو عندي خطا مثلا هنا. بص عندك هنا خطا، طب ارجع مش عارف يعمل الخطا. طب الكلام ده كله بص ليه، واخد لك ايه نوتس من على الجنب ده عشان المراجع يبقى عارف ان كان في هنا خطا واثنين وثلاثه وعشره. ونقول دونت سيف، هروح على الملف بتاعي هنا على التارجت، سيبنا من ده عشان كنا بنطبق عليه، على التارجت الاساسي ده اهو، على ملف اكسبورت فور بيلينجر. خلاص يا حضرات، اصبح ملف التارجت عندي هنا فيه كام؟ فيه ملف اهو هعمل كلين عليه او سيف از عليه، وعندي ملف هنا اكسبورت فور بيلينجر ريفيو اللي هو ده. خلاص، يبقى انت كده منظم مساحه العمل اللي انت شغال عليها. طيب نرجع تاني لحاجه تانيه، ايه تاني نعمل تاني؟ ايه الملف اللي يعني ايه اللي ممكن نعمله تاني في الملف؟ طيب تمام، طيب احنا مثلا لو احنا غيرنا شويه في الملف والكلام ده، بتعمل ابديت فروم كذا، بترفع تسحب الملف اللي انت عملته، بتسحب الملف تاني. فاكر الملف اللي انت كنت زي الميمو كيو امبورتو، بس هنا بقى ايه ابديت على طول، التغييرات بتبقى ابديتد معاك على طول في الملف. بس يعني انت حابب تعرف الورد كاونت بتاعك ده، طبعا زي اناليسيس بالظبط، وانت انهيت العمليه الترجمه بتاعتك بتعمل كنترول اس وبتضغط على الفايل دي، وبتروح هنا لسيف تارجت از. سيف تارجت از انت حابب تسيفه تحفظه بصيغه ايه؟ طبعا في ملف وورد الاول اهو، بيقول لك ريبليس اللي كان موجود كلين عليه، زي فاكرين كلين اللي موجوده في الفيو زيها بالظبط كده. اوكي،
تعالوا كده نشوفه زي ما هو. لا، لأنه حدث خطأ، يعني أوضح إن في خطأ موجود. لا، في خطأ موجود بقى. ده احنا كده يبقى ايه، نرجع نشوف ايه المشكلة بالظبط. طيب نعمل سيف اس تاني، سيف تارجت اس، سيف اس. طيب وايه المشكلة هنا؟ اوكي، بيقول لي فيه مشكلة عندك، ان الملف يعني فيه يوزر تاني مستخدمه او مفتوح في مكان تاني يعني. فاحنا نقفل الملفات بتاعتنا دي، نقفل كده، نقفل كده، نقفل. يمكن حتى لو جاء الامر ان احنا نسطب، ان سوري اسف، نروح هنا نمسح الملف اللي احنا كنا بنطبق عليه ده، وبنفتح طبعا من هنا. احيانا بيبقى الملف اوبند في الباك جراوند بتاع الويندوز. عندنا هنا واضح انه 100% اهو. نقول الدي ام ماشي، قول الدي ام. خلاص كده تمام، قفلت كل الحاجات اللي كانت جايبه المشاكل دي. يفتح الملف، نروح هنا الملف بتاعنا ده نشوفه. شوفوا الخطأ اللي كان ظاهر معانا ده، يفكرون الخطأ الإملائي ده. خلاص كده، واقول له كنترول اس. طبعا احنا قلنا بعد ما بتخلص ترجمة العربي اللي معاك بتقرأه كده، بتقرأ الملف العربي اللي مع حضرتك علشان تتأكد ان العملية تمت بنجاح. طيب احنا كده يعتبر خلاص كده تثبت معانا ملف، ومعانا ملف تاني ممكن نسحبه بره، او ناخد ده اكس كنترول اكس مثلا، ونخليه جنب اخوه ده هنا، ونمسح ده. اصبح معانا اهو ملف، وملف ثنائي اللغة، وترادوس. تقدر التلاتة دول كنترول قول كده، وتقول ايه، يلا ادمجهم، وتبقى قمت بالعمليه كامله وتبعته للعميل. لو قال لك ابعته لي بالصيغه دي كلها، ولو قال لك ابعت لي معاه التي ام بالمره، تبقى تيجي كده كده، ومعاهم بالمره اللوج فايل او الاناليسيس ده، واقول له ايه، اد تو كذا، يعني اضغط، اضغط الملف عشان ما ياخدش مساحه، ويبقى اهو بقى في الشكل ده، كلهم ضغطناهم في الشكل الملف الرير ده. خلاص كده.